إذن مساء الخير دائما المتابعين الكرام، متتبعي قناة أصوات، تحية إليكم مباشرة من مدينة ستاتس لننقل لكم أجواء الفرحة التي دخلت مدينة ستاتس دائما عبر ثانوية الرازي اللي كتهدينا اليوم واحد البطلة من البطلات المغاربة واللي كنشوفوها أمامنا الآن، اللي غادي نتعرفوا عليها كذلك، وغنتعرفوا على الاب ديالها، غنتعرفوا على مدير المؤسسه ديالها، غادي نتعرفوا على الاسماء ديالهم، وغنتعرفوا على المسار كامل. فبدايه غادي يمكن لنا نبداو بالبطله سيماء اللي غادي تعرفنا بالاسم ديالها وتشرفنا دائما وتشرف المشاهدين الكرام. انا سيماء البحيوي، حاصله على اعلى معدل وطني لهذه السنه بما مجموع 19.52. ادرس في الثانويه التاهيليه الرازي بمدينه سطات، شعبه علوم فيزيائيه في فرنسا. سيماء، كيفاش كتحسي اليوم وانت يعني بهذا النجاح؟ صراحه ما يمكن لي الا نحس بواحد الفرحه، باحساس من الرضا والغبطه، ايضا احساس من الامتنان كذلك. كنت كتوقعي؟ صراحة كنت كنتوقع نتيجة جد مشرفة، لكن ما توقعتش تكون الرتبة الأولى وطنية. لي سولتك على السر ديال النجاح؟ صراحة أنا ما كنشوفش كاين شي سر ديال النجاح، كاين فقط تخدم، دير لو ماكسيموم بوسيبل، تاخد كاع لي كونساي اللي كيعطوك لي بروف ديالك، توكل على الله والكمال على الله سبحانه وتعالى. غادي نعاود نرجع ليك بعد ما نسمعوا لمدير المؤسسة. السلام عليكم أستاذي الكريم. تعرفنا باسم الكريم ديالك. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم سعيد الحمداوي، مدير ثانوية الرازي التأهيلية في سطات، وشكرا لقناة أصوات على هذه التغطية لهذا الحدث، ويتعلق الأمر بحصول التلميذة النجيبة الممتازة شيماء البحيوي على الرتبة الوطنية في استحقاقات البكالوريا 2023 الدورة العادية، حصولها على الرتبة الأولى بشعبة علوم فيزيائية هي فرنسية. أستاذي الكريم، ملي سولتك على مؤسسة الرازي اللي معروفة دائما يعني كتحسب الأرقام، شنو هو السر ديالها؟ صحيح دائما في مقدمة. نعم دائما كنلقاوها في مقدمة تبارك الله. ما شاء الله، أن ثانوية الرازي هي اعتادت دائما على تبوء المراتب الأولى، ف خلال الموسم الماضي حصلت تلميذة أمل الهادي على الرتبة الأولى إقليميا والثالثة وطنيا شعبة علوم فيزيائية في الفرنسية، كذلك تلميذ يوسف المريد الذي حصل على الرتبة الأولى شعبة العلوم الرياضية أليف الرتبة الأولى إقليميا، وكذلك غيرهم كثير مثل ياسر صفي الدين وكريم نور الهادي في السنوات الفارقة. سر هذا التميز هو أن ثانوية الرازي يعني تؤمن إيمانا قاطعا أن النجاح والتميز ليس هو وليد لحظة، وإنما هو سيرها يبدأ منذ بداية الموسم من خلال تسطير برامج للدعم بالموازاة مع الحصص الرسمية للتلميذات والتلاميذ. أستاذي الكريم، بالنسبة يعني هاد التوقع، واش كنتو كنتوقعين هاد السنة ديال أول نقطة في المغرب؟ بطبيعة الحال التميز يعني كنا كنتوقعوا التميز، لكن الحصول على الرتبة الأولى وطنيا هذا كان حلم، والحمد لله مع شيماء تحقق هذا الحلم. يعني كمؤدب للمؤسسة بغيت تعطيني الأخلاق، يعني توصف لي شيماء في المؤسسة كيفاش كانت؟ شيماء البحياوي هي نموذج للتلميذات والتلاميذ النجباء الذين يمتازون بأخلاق عالية، سلوكات ممتازة داخل المؤسسة لم تسجل عليها منذ ولوجها إلى المؤسسة إلى تبوءها هذه المرتبة، لم تسجل عليها ولو مخالفة. في القسم كيفاش كتكون؟ ممتازة بطبيعة الحال بشهادة جميع أساتذتها، محبوبة لدى الجميع، لدى الأطر الإدارية والتربوية، تميل إلى يعني الاختباء والاختفاء، يعني قليلة الظهور حتى بالساحة وبالممرات، يعني تجدها أو تراها تلج الباب الرئيسي للمؤسسة وتجدها يعني داخل الفصول فقط.
استاذ ديما غادي زعما نعاود نرجع ليك قبل، لكن نحاول نشوفوا الاب ديالها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اسمك كريم. اسم بوحياوي ميلود، مدير مدرسه ابتدائيه بمديريه برشا. سي ميلود رجل تعليم، شيماء بنتك اليوم كيفاش تلقيت الخبر ديالها ديال هذا النجاح؟ نعم، شيماء هي نموذج للتفوق، نموذج للتميز. التميز والتبوؤ المراتب الأولى هو حليفها منذ الصغر، منذ المدرسة الابتدائية، الشهادة الابتدائية، نيلها دار الرتبة الأولى، الشهادة الإعدادية كذلك نيلها الرتبة الأولى. وهي التاريخ يعاود نفسه باحتلالها الصدارة على المستوى الوطني. شنو السر ديال هاد السر هو وليد تضافر العديد من العوامل. هناك الدعم النفسي، وهناك ومن مسألة أساسية والتعلم الذاتي، وهناك أنشطة صفية وأنشطة لا صفية التي تلقاها التلميذ. فالتحصيل هذا تحصيل حاصل، تحصيل حاصل، لأن لا تكل ولا تمل، ومن سار على الدرب وصل، يعني إنسان الذي يجتهد فهو ينال دائما الرتب الأولى. سيموت، كيفاش التعامل ديالكم معها بالدار؟ التعامل انا اعتبرها صديقه، ليس الا انا صديقه، شيماء هي باعتبارها البنت البكر هي صديقه، وانا اوجهها واعمل على نصحها واتبادل معها افكاري ومعلوماتي وتجربتي، واعمل على توجيهها وارشادها، والقرارات بيدها، واتمنى لها التوفيق ان شاء الله. واش كتعطيها، كتوجهك تعطيها انت قرارات، او كتخليها تختار راسها قرارات ديالها؟ كما قلت، القرارات هي قرارات ذاتيه، وقرارات يعني اذا كانت مفروضه قد تكون قرارات قاتله، يعني ان الذي يفرض اراءه، الاب الذي يفرض اراءه على ابنائه، اقول له بان اب فاشل واب غير صالح، لأن لن يوصف بأن أنه أب، فقط لأن لما مشي هذاك النوع في التسلط لا ينبغي أن نعتمده في تربية أبنائها، بل نجب أن تكون هناك التربية السلسة، تربية على الاختيار، تربية على الحرية، تربية على أخذ المواقف، تربية على أخذ القرارات السليمة. هذا هو الذي ينبغي ويتعين على الآباء التحلي به. سي ميلود، بعد الفوز او الحصول على اعلى نقطه، شنو هل تلقيت بعد مكالمات او بعد تهنئات؟ اكيد. ومن هي الجهات؟ من جميع الجهات. تلقيت اولا من القيم الاول على تدبير الشان التربوي بالجهه السيده الاكاديميه، فمن هذا المن اوجه له الشكر والتحيه. ومن طرف زياره السيد المدير الاقليمي للمؤسسه، وفرحته بهذا التتويج، وكذلك باقي الزملاء الأساتذة، السيد مدير المؤسسة، كافة الأصدقاء والإخوان بالزمالة والمعاناة السادة المديرين، وكافة الأطر التربوية، الكل لم يبخل علينا بالتهنئة، فالشكر موصول للجميع وشكر لهم. سيما إلا قلت لك هاد الفوز ديال اليوم، او هاد النقطه يعني اللي حصلت عليها، الا كانت كهديه فهو تهديد توجيه لمن يمكن لك تعطيه؟ لو كانت كهديه بعد الله سبحانه وتعالى نقول الحمد لله اولا. الا كانت هديه نهديها الوالديه اولا، لان كتعلم ان المرء هو يزرع ويترعرع بين الوالدان اولا، ربما هو من يزرعني فيه لبناته الاولى، بعد ذلك نهديها لكل من علمني ولو حرفا، لكل من ساهم فيما وصلت إليه الآن. وبصفة خاصة أنا أود أن أهنيها لكل الطاقم الإداري والتربوي بثانوية تأهيلي الراضي. شكرا لك أستاذي الكريم. نرجع لك ونطرح عليك سؤال. مرحبا. كما حصلنا على أعلى نقطة وطنيا من خلال شيماء، بغيت نعرف القسم ديالها، النقاط اللي كانوا فيه. بطبيعة الحال النقاط ممتازة. شيماء تتمدرس بقسم فيه حوالي 35 تلميذ وتلميذة،
33 منهم حصلوا على معدلاتهم ومعدلات ممتازه، و يعني تلميذين حصلا على يعني الدوره الاستدراكيه، سيجتازان الدوره الاستدراكيه. فمتمنيه بالتوفيق لباقي هذه العناصر حتى تحصل يعني حتى تكتمل الفرحه وتصل النسبه الى 100%. استاذ الكريم، شنو يمكن شنو الجواب ديالكم او الرد ديالكم حول بعض التلاميذ اللي كانوا كيقول لك يعني الامتحان ديال هذه السنه كان صعيب وكان فيه سبعه ديال الاوراق وكان؟ اقول وباختصار ان حصول شيماء وزميلتها وزملائها على معدلات يعني ما شاء الله ممتازه، وكما ذكرت يعني النسب يعني النجاح عاليه، يؤكد ان هذه شائعة من الشائعات التي عتدنا وألفنا أن نسمعها كل سنة. سيماء، كيفاش جاك انت الامتحان بعد سبعة الأوراق اللي كيقولوا؟ صراحة هو كم الأوراق ليس معيارا في الامتحان هذا بداية، لكن إن أتاحت لك الفرصة ورأيت الامتحان هو لم يكن يتضمن أسئلة نحن لم ندرسها، كانت كلها أسئلة تطرقنا إليها في دروسنا بكل تفاصيلها. كلمة أخيرة بغيتك توجهها لمن؟ بكون اختيارك، نخليك انت كامل الحرية. نعم، هذه كلمة أوجهها للآباء والتلاميذ. أوجه للآباء أن يرحموا أبنائهم وأن يتعاملهم بلطف ورحمة وشفقة، وأوجه لكلمة للتلاميذ أن يجدوا ويجتهدوا في التحصيل ومن سار على الدرب الوسط. شيماء، رسالة للأصدقاء والزميلات والزملاء ديالك؟ أولا نقول هنيئا وألف ألف مبروك لكل الناجحين، حظا موفقا للمستدركين، ويعني وليست نهاية مشوار بالنسبة لكل الراسبين، قد تكون نهاية موسم لكنها بداية تجربة، تكون بداية تجارب جديدة إن شاء الله. أستاذ حمداوي، رسالة لشباب الغد؟ شباب الغد أقول يعني أن الجد والحصول على الرتب والتميز هو يبدأ منذ بداية الموسم وليس في نهايته. وبالمناسبة أقول للتلاميذ الذين حصلوا على معدلات خلال هذه الدورة هنيئا لهم، وأقول للتلاميذ الذين أتيحت لهم فرصة يعني الدورة الاستدراكية أن يستغلوا هذه الفرصة، وأن ليس هناك فشل وإنما هناك خبرات وتجارب، فليستغلوا هذه الفرصة وحظ موفق للجميع إن شاء الله. شكرا لكم جميعا مرة أخرى. سيماء، هنيئا لك على الفوز، شرفتينا، شرفتي بلادنا، شرفتي المغرب ديالنا، شرفتي مدينة سطات، وكنت دائما الأولى، وكنت منلوك دائما المزيد من التألق، المزيد من النجاح لك ولكل الزملاء ديالك ولكل مغاربة ديالنا. إذا تحياتي إليكم مشاهدينا الكرام وكل متتبعي أصوات، كنتم معنا دائما بهذا المثل المباشر مع شيماء صاحبة أعلى نقطة بالمملكة المغربية اللي شرفتنا كذلك وشرفت كل أبناء الشعب المغربي. فتحياتي إليكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع بث مباشر آخر. التدخل ديالك.